السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعيني الكرام؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله لنا فكرة جديدة مع رمضان وافكار رمضان وحلويات رمضان. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفكرة اللي هي البرقع ده، اللي هو زي ما انتم شايفينه كده، اللي بيبقى نازل منه الهلال والنجمة والفانوس. ده برقع بيتحط على الماسورة، في الماسورة تركب في الماسورة كده. لو عايزة تعرفي الطريقة تابعي معايا الفيديو للآخر. ان شاء الله مش هتندمي، وفكرة جديدة، وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نبدأ. انا هنا معايا قطعة قماش، انا مطلوب مني برقع طوله 3 متر، الطول بتاعه على الماسورة 3 متر، تمام كده. فانا قطعت القماشة بتاعتي الطول بتاعها 3 متر، تمام، والعرض بتاعها 50، اللي هو الطول هيبقى نازل من عند الماسورة لتحت 50، والعرض بتاعها على الماسورة 3 متر، تمام، يعني 3 متر في 50 اهو زي ما بوريكم كده. ايا كان بقى بنسمي العرض او بنسمي الطول، هو المفروض ان الطول من الماسوره لحد تحت هو ده الطول، العرض اللي هو على الماسوره، بس في ناس بتقول طول الماسوره مترين متر. فانا يعني ايا كان المسمى، هي هتتقطع 3 متر على الماسوره و50 ثابت لكل المقاسات، البرقع 50. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبقت القماشه بتاعتي 3 متر، طبقتهم نصين، بقت الواحده في النص فيهم متر ونص، رجعت طبقتهم كمان نصين، بقت متر الا ربع، كمان هطبقهم نصين كمان. بقى معايا زي ما انتم شايفين كده كام طبقه، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، بقى معايا 8. عايزة تعملي اكتر من 8 هتطبقي تاني نصين، بس السبعة بتاعتها هتبقى صغيرة، هتطبقي كمان نصين هيطلع معاكي سبعات كتير، بس هو انسب حاجة ان انتي تطبقيها على 8 طبقات، تمام كده. تفضلي تطبقي وتعدي الطبقات لو انتي مش هتعرفي تقسمي، هتعدي الطبقات دي هتلاقيهم 8. بعد كده بنقسمها، بنقسم الطبقات التمانية دول كده كمان نصين، تمام، علشان خاطر نقص السبعة بتاعتنا. بخلي الناحية المفتوحة من ناحيتي والناحية المقفولة من جوه، وباجي اخد 25 سنتي، انا معايا 50 اهو، هاخد منهم 25 بس، هخليهم من فوق، تمام كده. معايا الناحية المفتوحة من ناحيتي والناحية المقفولة من بره، هاجي من عند الناحية اللي ناحيتي انا واقيس 25 سنتي، وهنا اهو تمام كده. هتعلمي بقلم او تحطي صباعك زي ما انا حطاه كده، ونبتدي ان احنا نقص السبعة بتاعتنا. بسم الله اهو كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، تمام كده. افتح كده الطبقات بتاعتي زي ما انتم شايفين، تمام اهو، عملت لي الثمان طبقات بتوعي اللي انا عايزاهم، سبعت بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كمان طلعت لي القطع دي من المثلثات، مش هنرمي طبعا حاجه، هنعملهم فرع للزينه، هنحط شريط ستان ونثبت عليه السبعات دي ونعملها فرع للزينه، تمام كده. انا دلوقتي هعمل ايه؟ بعد ما قصيت القماشه بالمنظر ده، هبتدي ان انا اتني تانيه على تانيه، هخلي الوش بره واتني تانيه على تانيه، تمام كده. هتني جميع الجهات اللي معايا، اللي عايز يتني المثلثات تمام يتنيها، اللي مش عايز يتنيها بولاعه ممكن تحرقي كده الحرف بتاعها، مش هتنسل معاكي يعني. فاحنا ممكن نتني تانية على تانية،
الجوانب الثلاثة ونحرق دي بالولاعة او نتنيها برضو براحتكم. فاحنا كل اللي هنعمله دلوقتي، الخطوة اللي هنعملها، ان احنا هنتني تانية على تانية. ما ننساش دايما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورجعت لكم اهو بعد ما تنيت تانية على تانية، اهو زي ما انتم شايفين بقت معايا السبعات اهيت. دلوقتي انا هعمل ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا دلوقتي هتني تانية كده لجوه، يعني الظهر بتاعي هيبقى من فوق، هتني تانية كده لجوه وهقيسها. بعد ما تتني تبقى 6 سنتي. انا محتاجة التانية بتاعتي دي 6 سنتي او 7 سنتي، خليها 7 سنتي. تمام كده اهو. تانيت انا التانية اللي هي 7 سنتي دي، هبتدي ان انا اثبت عليها بالمكنة، ادوس عليها بالمكنة كده، اثبتها على الوضعية ديت ان هي تبقى كلها متنية، بحيث ان الماسورة هتخش من هنا. فهنتني هندوس على التانية بتاعتنا دي لحد الاخر بعرض 3 متر، هدوس عليها وارجع لكم تاني. ما ننساش نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا هنا تنيت التانية اللي قلت لكم عليها اهي، بقت كلها عندي متنية، البروع بتاعي كله متني، ما عنديش غير الفتحة دي والفتحة اللي زيها في الناحية التانية اللي هو هتخش منه الماسورة وتخرج من الناحية التانية. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأفكار دي اللي حابب يعملها وينفذها ويعملها مشروع، تمام. اللي حابب يعملها في بيته برضو تمام، علشان يفرح ولادنا وتبتدي بهجة للبيت بصراحة. ربنا يعود علينا الأيام بخير. أنا معايا دلوقتي الفرنشة دي أهي، حابة تعمليها برضو بكرات البونبون، بيبقى شكلها حلو، بس أنا هشتغل بالفرنشة دي. هبتدي ان انا اعمل ايه؟ عندي السبعات دي، انا عندي بداية القماشة اهو، هبتدي بالسبعات اللي عندي ان انا اثبت الفرنشة كده من على حرف السبعة اهو. تمام كده. وهلف بيها مع المكنة، بالمكنة اهوت، وهقفل كل السبعات بتاعتي كده، كل ما يجيني دوران هلف معاه. تمام كده اهوت، لحد ما اعمل السبعات بتاعتي كلها. زي كده. خلاص الفيديو قرب يخلص. انا عارفه ان الفيديو طويل عليكم، هو مش مستاهل، بس انا علشان يبقى شرح تفصيلي. ان شاء الله هتستفادوا منه. وكل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. هثبت الفرنشه دي على القماش وارجع لكم تاني. انا كده هو ركبت الفرنشه على السبعات زي ما قلت لكم اهي، بالمنظر ده اهوت. شكلها جميل، حتى لو ما علقتيش فيها الفوانيس والهلال والاشكال بتاعت رمضان اللي احنا هنعلقها، انا كنت عامله اللي هو اشكال الفانوس دي اهي، تمام. وكنت عامله الهلال ده كمان اهو، وعملت كمان النجوم دي علشان اعلقها على طرف المسابقه السبعه بتاعتي اللي انا عاملاها دي. هاجي كده معايا النجمه مثلا، انت هتوزعي بقى براحتك، هتيجي على طرف النجمه، على طرف السبعه دي، وهتثبتي النجمه دي بالخياطه على المكنه. وكمان ممكن نعمل هلال هنا مثلا اهو كده، تمام. يا رب يكون الشكل واضح بالنسبة لكم. وهاجي كمان في 7 تانية وهعمل فانوس. انت بقى براحتك هتظبطي الاشكال زي ما انت عاوزة، عايزة تكتفي بالبرقع كده من غير الاشكال دي براحتك، عايزة تعمليها بالاشكال دي هتعمليها، بتدي شكل حلو وبتدي منظر للبرقع. انا هثبتهم على السبعات بتاعتي دي واوريكم شكله بعد ما خلص. الاشكال دي انا عملتها، حطيت قطعة سفنج في النص وبطنت عليها بطنتها بالسفنج، وحطيت عليها من بره
قماش الخيامية وقصتها على شكل فانوس وهلال وقفلتها بالمكنة وعليها الفرنشة من بره. انا هثبت الاشكال بتاعتي على طرف الستارة وارجع اوريكم شكلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وده كده كان شكل البرقع بتاعي بعد ما خلص. كان نفسي اعلقه لكم على الماسورة واوريه لكم، بس الوقت للاسف عندي مش ساعف ان انا اعلقه، بس ان شاء الله لما اخلي الزبونة تفرشهم هخليها تصورها لكم عندها وابعت لكم الصورة بتاعته على المنتدى ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الافكار اللي بكون بقدمها لكم بتكون مفيدة. اتمنى تكتبولي في الكومنتات لو في محتاجين اي فيديو معين اعمله، وتقولي رأيكم في الافكار بتاعتنا وايه الافكار اللي ممكن نعملها. ولو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واللايك بتاعكم والكومنتات الجميلة اللي بتسعدني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.